السلام عليكم، مرحبا بكم، مع سلامتكم. كيما ما فين دائما جديد، حاجه خفيفه عليكم. وكيما تعرفوا انا وقت الشتاء والبرد، اليوم نقدم لكم ان شاء الله شوكولا شو، كيما نقولوا الشيكولا الساخنه تاع البرد. هذه تاكلوها تجي ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا المكونات اللي راهم عندي سهلين، كاين كل من زيت القوام، عندي 3 كيسان تاع الحليب، عندي الشيكولا 100 غرام تاع الشيكولا حبكه هكذا، وعندي كاكاو تاني زوج مغارف، وعندي مغرفه تاع سكر، وعندي مايزينا مغرفه، وعندي كرام شونتي 80 غرام. وصافي كما تشوفوا المقادير واجدين عندكم في كل بيت. تبعوني دوك نبدا ان شاء الله. قبل ما تبداو ما تنساوش ديرنا ابوني في الصفحه، بارطاجي فيديو باش راكم كل جديد ان شاء الله. هيا دوك نبداو، تبعوني. هنا كما راكم تشوفوا عندنا كاسرونه، كما تشوفوا ندير كل حاجه بارد، نخلطوه دابر. 3 كيسان تاع حليب نديرهم من الاولين، نخلطو بارد في بارد هنا قبل هو الاول. هذا الدوزيام وزيد الثالث. وانا عندنا 3 كيسان تاع الحليب نديرهم من الاول، نبداو بهم. عندنا ثاني كان مغرفه تاع السكر، درك انا نخلطو شويه دير السكر شويه هكذا قبل، ومن بعد نحطوه في الفرن، ماشي دوكا اللي نحطوه، حتى نخلطو كلش. دوك انا عندنا الصفايه كيما راكم فوق، نجيبو الكاكاو تاعنا. ها لي كاكاو نجيبوه بودر، تحبوا ديروا بودر مارو، تحبوا ديروه نوار. سمي قداش لي بول كيما راكم تشوفوا هكذا، ها مره باش تخلطنا مليح هكذا. هنا نخلط المكونات تاعنا حتى يتخلط مليح مع الحليب. ومع بعد ما نخلط نديرو المايزينا. مايزينا عندكم مغرفة تاع المايزينا ديروها. وإذا عجبكم الفيديو خلو لنا كومنتار ما تنساوش. وانا نخلطو مليح هكذا كيما راكم تشوفوها وليك. دوك انا نزيدو المايزينا هنا نديروها. يعني من الاحسن الكاكاو والمايزينا صفيهم، ما تخليهمش هكذاك. هنا كي درنا بارد في بارد هنايا، دوك نحطوه في الفرن هو تيسخن شوية. دوك انا نجيبو عندنا كيما راكم تشوفون الشيكولا كيما وريتها لكم، ها هو راهي. نسيو نقسموها غير كيما تشوفوها غير بالعقل، بس من بعد كي مع الحليب كي يسخن نرميوها لداخل تذوب معاها. يعني فيديو خفيف درته لكم، صغير سهل. الوصفة تاع اليوم ما شاء الله. واي وصفة تحبوها نديرها لكم ان شاء الله، ماشي مشكل كامل هذا. واش الوصفة تعجبكم قولوا لي ليها. بو درك انا كيما راكم تشوفوني درت هنا فوق الفرنو، قلت هنا نار قليله، دوك نشوفو خليها تسخن مليح نخليوها، كي نشوفوها تغلي نرمو الشيكولا تاعنا اللي وجدناها قسمناها كامل. انا نقدرو نحركو باش ما يزيد ما تسقناش لتحت، كي نشوفوها تغلي نرمو الشيكولا نخليها تذوب معاها، كي نطفيولها ما نحطو الشيكولا حتى تذوب كامل. دوك انا الشيكولا تاعي رميته هنايا، دوك قاعد نحرك هنايا كيما راك تشوفها بدات تقالي هنا. دوك يذوب كامل الشيكولا نحيوها من نخلوها تقعد غير تبرد شويه، ما نطولوها سوا غير ابان برك باش نحطوها في الكيسان.
فوالا دوك هنا نحيها، انا مناسبة نطفي عليها بعدها مع البرد هادي تشربوها، يعني تسخنكم بلبيا. واه الشيكولاتة هريدة بتاعي كيف تحصلت عليها، جات ما شاء الله كما راكو تشوفو. دوك انا موجد لك كرام شونتي تاعي ونحطوها. بون كيما راك تشوفو هاي الشيكولا وراي هنا سخونة، فروغا ديك في الكاس كيما راهي سخونة هكذا، سي بور سا تسمى الشيكولا الساخنة مع البرد. دوك عندنا التزيين، دوك كنت تزينوها كيما تحب. دوك انا عندي لاكريم شونتيي نزينها بيها. دوك انا كيما راك تشوف عندنا لاكريم شونتيي درتها في لابوش هنايا. كما راكو تشوفو هنا دوك الوسيلة هنا عندنا شبحوها، عندنا شيكولا حبيبات صغار، وعندنا تانيك شامالو شبحوها بيها، شامالو سبيسيال سما تاع لي عندهم الأطفال يديروها. دوك انا نكمل لكم كيس الاخرين ونوري لكم النتيجه ان شاء الله كيف جات. وهنا كيما راكم تشوفوها ملي كان وجدتهم هنا، جا الله يبارك. دوك نوريكم كيف تجي، هاي ليك نوريكم هادي ولا هادي كيما تحبوا تشوفوهم. هام ليك ها كيف تجيكم، يعني تجي ما شاء الله تجي. هنا مام البنا ما عندي ما نحكي لكم عليها، جات ما شاء الله بالبزافور. كما راكم تشوفوا هنا لحقنا نهاية الفيديو، ما تنساو ديرنا ابوني الصفحة اشتراك بارطاجي ماكسيموم اللي عنده بارطاج. فيديو المقبل ان شاء الله حاجة جديدة نوريها لكم. السلام.